مع واحد وحشنا جدا، وحش كل جمهور النادي الاهلي وبنفتقده بشكل كبير في ظل المباريات الصعبه اللي بياخدها النادي الاهلي على مدار المرحله الحاليه، وهو نجم النادي الاهلي حمدي فتحي. حمدي مساء الخير. النور امير، عامل اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام والله يا امير، عامل ايه واخبارك ايه؟ كله تمام، كله تمام زي الفل. وحشتنا وحشت كل جمهور النادي الاهلي حمدي. ربنا يخليك يا امير، الحمد لله والله، وانتم وحشتوني كلكم، جماهير النادي الاهلي وحشوني طبعا. اهلا ان شاء بيك الله قريب. ان شاء الله. طمنا بقى على الاصابه، وصلت لحد فين؟ والله الحمد لله، يعني الاصابه ماشيه بشكل كويس، والتأهيل ماشي بشكل كويس، وعندي ميعاد تاني مع الدكتور يوم 25، فهحدد بقى الفتره الجايه، الفتره دي هتمشي ازاي يعني الفتره الجايه، فان شاء الله خير يعني. لكن انت حاسس بتحسن في رجلك والامور ماشيه بشكل كويس؟ الحمد لله. طيب الميعاد، اتفضل. برضه الميعاد اللي ممكن باذن الله حمدي فتحي يرجع فيه للتدريبات مع النادي الاهلي، انا عارف ان لسه شويه، بس الناس بتسال، الناس عايزه تطمن عليك، ممكن يكون امتى مثلا؟ والله المفروض الدكتور مديني لاخر خمسه ان شاء الله، هنزل مع الفرقه يعني ان شاء الله بشكل مستمر باذن الله ان شاء الله باذن الله. طيب العوده لالمانيا هتكون امتى مثلا عشان تطمن على حالتك بشكل اكبر، والتدريبات التاهيليه بالتحديد هل هي في القاهره بس ولا القاهره والمانيا برضو مع بعض؟ لا والله انا شغال بتاهل بقالي شهر اهوت، وان شاء الله هتبقى 25، فالفتره اللي او الدكتوره هتشوفني 26، والفتره اللي بعدها تكون التاهيل اقوى شويه يعني، فان شاء الله خير يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب بالتحديد عايز اتكلم معاك بقى في عدد من الامور والملفات الهامه، وانا بشوفك دايما ايه كل ما بتبقى موجود في القاهره هنا بتروح الاستاد وبتآزر زمايلك في الملعب، وفي الحقيقه وشك دايما بيبقى حلو على الفرقه وبنكسب الحمد لله، فبتقول لي او قول لي مدى حرص اللي عندك لحضور مباريات النادي الاهلي. بص يعني انا قبل ما اكون لاعب النادي الاهلي انا مشجع، يعني انا مشجع للنادي الاهلي، وبابا مبسوط ان انا موجود في النادي الاهلي تحديدا تمرين ماتشات، فانا دلوقتي يعني ببقى مبسوط ان انا موجود في وسط اللعيبه، بس يعني فطبيعي ان انا اكون موجود هنا في مصر اروح كل ماتشات النادي يعني. كويس. طيب بالتحديد الاهلي عنده تحديات يا حمدي صعبه جدا، مش عايز اقول صعبه بس هي كلها مصيريه، وجمهور الاهلي متشوق للبطولات ومتشوق لبطوله دوري ابطال افريقيا تحديدا. بتشوف المنافسات بالتحديد، خلينا نبتدي بالدوري مثلا، رايك ايه في مسيره النادي الاهلي حتى الان في بطوله الدوري؟ والله الحمد لله يعني احنا ماشيين بشكل كويس في الدوري، واحنا مركزين يعني احنا مركزين من اول فتره اعداد الدوري السنه دي عشان ما يحصلش معانا زي اللي حصل السنه اللي فاتت، ونيجي للدور الثاني نركز اكتر. احنا مركزين من الاول الصراحه، مركزين من اول ماتش، وقلنا ان شاء الله ان احنا ناخد كل ماتش، وكلها ماتشات يعني احنا الصوت بيقطع شويه يا حمدي، يا ريت تتحرك يمين او شمال. انا عشان ايوه كده تمام، النادي اصلا تمام. لسه مروح البيت. تمام اتفضل. بس ما بقولك احنا مستفيدين السنه دي على الدوري من اول ماتشات، كلها ماتشات كؤوس يعني، بس عشان ما يحصلش زي اللي حصل السنه اللي فاتت. تمام. ان شاء الله الدوري هيكون من نصيبنا باذن الله السنه دي برضه. طيب انت قريب اكيد من اللاعبين جدا، وبتبقى متواجد في تدريبات النادي الاهلي وبتتابع كله، التفكير الفتره الحاليه ازاي بالنسبه للاعبي النادي الاهلي بالنسبه للجهاز الفني، خصوصا ان انت يعني الدوري ماشيين فيه بشكل ممتاز، عندك بطوله السوبر يوم 20، عندك بعد كده بعديها مباراه قمه مع نادي الزمالك تحسم شويه في بطوله الدوري، بعد كده عندك بقى التحدي الافريقي وده الاهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، قول لي التفكير عند اللعيبه عباره عن ايه يا حمدي؟ بص يا امير، هو الطبيعي ان اي لعيب في النادي الاهلي بيفكر ان هو في النادي الاهلي، نادي كبير ونادي المفروض ان هو كل البطولات تكون من نصيب النادي الاهلي كل سنه، بس يعني فكل لعيب في النادي الاهلي عارف اهميه النادي واهميه الجمهور، ان هو موجود في نادي كبير لازم يلعب على كل البطولات، فبس فكله مركز الصراحه، كله مركز الفتره اللي جايه ديت، عندنا في الدوري الاول ماتشين في الدوري وبعدين السوبر، وهنرجع من السوبر هنلاعب الزمالك تاني، فالماتشات اللي جايه ماتشات صعبه، فاحنا ان شاء الله قدها يعني احنا النادي الاهلي كويس يعني. حلو قوي. بمناسبه ان احنا النادي الاهلي برضه الكتير بيتكلم عن المواجهه الصعبه مع سان داونز، انت بتشوفها ازاي من وجهه نظرك؟ والله انا بشوف ان هي اكيد ماتش صعب، بس ان شاء الله يعني انا شايف ان الماتش الاولاني على ارضنا، وان شاء الله نعدي الماتش الاولاني على خير ونروح مرتاحين يعني، ان شاء الله ننتظر لهم واحنا مرتاحين باذن الله يعني، وان شاء الله هنطلع. انا شايف ان احنا هنصعد باذن الله. كنت بتتمنى ان الاهلي يواجه سان داونز يا حمدي؟ والله بص هي
بعض كلها. فكله شبه بعض يعني. كويس. فان شاء الله ربنا يكرمنا وان شاء الله نكون نصعد الدور اللي بعده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. في تواصل ما بينك وبين مستر ريني فايلر دائم ولا لا؟ على طول هو بيتكلمني وبيسال عليا وفي الماتشات يعني على طول بيقف معايا وبيتكلم معايا. طيب اخيرا عايز منك رساله للاعبين ورساله لجمهور النادي الاهلي قبل مرحله مهمه جدا خلال الشهر الحالي. بص يا اللعيبه هي كل واحد عارف يعني من غير ما حد يقول لهم رسائل هي كل واحد عارف دوره في النادي الاهلي. انما الجمهور باذن الله الموسم ده هيكون احسن من السنه اللي فاتت وان شاء الله يعني نعدي ماتش السوبر الاول وان شاء الله ناخد السوبر وبعدين نركز في ماتش صن داونز بعد كده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك يا حمدي شكرا جزيلا نجم النادي الاهلي المصاب واللي ان شاء الله يرجع سريعا للملاعب واللي احنا مفتقدينه في الحقيقه بشكل كبير جدا. حمدي فتحي كان على الهاتف معانا وطمنا على اصابته وطمنا كمان من خلاله على استعدادات لاعبي النادي الاهلي للمرحله الهامه المقبله واللي ان شاء الله نتمنى لهم فيها كل التوفيق. وفي الحقيقه الاهلي بيفتقد خلال